راس محمد، بعد التحية، كيف تبدو الصورة الآن في شوارع بغداد؟ هل لا زالت الازدحامات الخانقة فيها؟ نعم، حياكم الله. منذ فترة لم تكن هنالك ازدحامات أو خناقات مرورية، إلا هذا اليوم كان يوم استثنائي حقيقة. العديد من الشوارع في شوارع العاصمة بغداد شهدت عجز تام في حركة السير، كان السبب الرئيسي في ذلك هو إغلاق جسر 14 ورمضان الرابط بين مدينة العظمية ومنطقة المنصور، وأيضا الرابط بين العلاوي، ساحة العلاوي وساحة عدن. هذه الشوارع الحيوية والمهمة جدا، وهذا الجسر الحيوي والمهم بالغ الأهمية، ليس فقط مهم، يربط أربع مناطق ببعضها، أيضا يصل بين ساحتين مهمتين في العاصمة بغداد. كان سبب الإغلاق هو تأدية قفزة الثقة لخريجي الكلية العسكرية للدورة 110. أغلق الجسر منذ الساعة الثالثة صباحا وفتح بعد منتصف الظهيرة بعد انتهاء مراسيم قفزة الثقة من أعلى جسر 14 رمضان. بطبيعة الحال حينما يغلق جسر في العاصمة بغداد تتوجه العجلات إلى شوارع أخرى وشوارع فرعية، وهذه الشوارع أيضا كانت مزدحمة جدا. بطبيعة الحال هنالك حركة طبيعية في هذه الشوارع، إضافة إلى العجلات التي انتقلت من جسر 14 رمضان وهذه الشوارع التي ذكرتها إلى الأفرع المتبقية المؤدية إلى مناطق حيوية مثل باب الشرجي ومنطقة الكرادة، كرادة خارج وكرادة داخل، وأيضا ساحة عدن للمناطق التي تربط ساحة عدن بباقي الشوارع التي أغلقت مثل منطقة الحرية وأيضا منطقة الشعلة. هذه المناطق السكنية التي تكون عليها حركة عجلات كبيرة، هذا الإغلاق تسبب بشلل كبير في حركة السير، حتى أن عدد من الموظفين لم يلتحقوا بدوامهم وبموعد دوامهم الرسمي، وأن طلبة أيضا تأخروا في الوصول. لو كانت هنالك يعني حلول يعني في هذه الشوارع، توسعة مسبقة أو جسور أخرى رابطة في هذه المناطق، لما كان هنالك عجز في حركة السير، لربما سيكون هنالك اختناق مروري، لكن ليس عجزا في حركة السير. اليوم كان هنالك عجز كبير في حركة السير، حتى أن عجلات النقل توقفت في الزحامات إلى ما يزيد الأربع إلى خمس ساعات داخل الزحام الواحد والاختناق المروري الواحد. لكن بعدما فتح هذا الجسر، أيضا أتحدث عن اليوم، هو كان يوم لدوام طبيعي، دوام رسمي لطلبة الجامعات ولموظفي دوائر الدولة، وتزامن موعد دوام الجامعات مع دوام موظفي دوائر الدولة. بالتالي هنالك غلق لجسر 14 رمضان تسبب في اختناق مروري كبير. أتحدث أيضا عن عدد الكبير من عجلات النقل، مركبات النقل الخصوصية التي يمتلكها المواطنون، وقلة توفر وسائل النقل الجماعية للمواطنين مثل القطارات الداخلية وأيضا الحافلات الكبيرة التي من الممكن لو توفرت قللت الزحام، لربما أيضا أنهت وجود الزحام في شوارع العاصمة بغداد. كمية العجلات أيضا وعدم تناسقها مع شوارع العاصمة بغداد، شوارع العاصمة بغداد ذات التصميم القديم الذي يعتمد على عجلات يعني محدودة العدد اليوم لاستيراد الكبير للمركبات، مع عدم تطوير شوارع العاصمة بغداد أيضا بسبب اختناق مروري. الاختناق المروري عادة يكون فقط في وقت ذهاب الموظف الطالب إلى دوامه ووقت عودته، تقريبا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 8:30 صباحا، ومن الساعة 11:30 صباحا إلى الساعة 3 مساء، أو من الساعة 12 إلى الساعة 3 مساء. لكن اليوم كما ذكرت هو يوم استثنائي، كان الازدحام أو الخناق المروري استمر لأكثر من 6 ساعات، دام لأكثر من 6 ساعات، بدأ منذ الساعة 3 صباحا وانتهى بعد منتصف النهار. بعد فتح هذا الجسر عادت الحركة طبيعية، والآن الحركة المرورية تسير بانسيابية كبيرة، ولا توجد هنالك لا مشاكل ولا خناقات مرورية. نعم، شكرا لك محمد فراس، مراسل التغيير في بغداد.